كاينين باش نبنيو اللي كان يبغي يبني ما يمكنش يبني سنه واحده. دونك الى وفد عليا ملي كتجي كتلقى بان العمود الفقري ديال الفرقه نص منه خرج كيف ما كان غادر الفريق. دونك بيان سور جينا افيك ان بروجي ان بروغرام واللي فيه دي زيتاب اللي لابد. وفي الحقيقه انا كنت داز ديجا الجامع العام وكنا ديك الساعه دزناك تستبدل انك رئيس مع الكوميدي في معنى كنا غنسيو مع 4 سنين ماشي 3 سنين لان المده ديالنا هي كانت 4 سنين غندوزوها مع الكوتش ديال 4 سنين ماشي على التساؤل ديالك راه كاين الجواب غير في الفعل ديالنا كيفاش لانه اول شيء شفتوا المطالب والضغوطات اللي كانوا ديال الجمهور انه الناس هما اللي بيقولوا شي كان كيتسنى انتدابات شفتوا بان ما درناش انتداب واحد حتى جا الكوتش كاين بيان سور بعض اللعيبه اللي عندنا اليوم عندنا ولكن ما بغيناش نديرو داكشي اللي قلنا ما خصوش يدار دونك تسنينا حتى جا الكوتش وما غاديش يكون انتداب واحد الا التوافق مع الكوتش لان هو اللي غادي يلعب اللاعب ما يمكنش الا جيتي تشوف ماشي هضره على الوداد ولكن هضره عامه في المغرب شحال من لاعب وقع في الانديه بعض الانديه ما عمره ما لبس القميص ولا دخل للتراب وفي الاخر تخلص ولا ما تخلصش راه طاح في الليتيج دونك بوغ ايفيتي هاد لي بروبليم لا كونستركسيون دو ليكيب سو فورا ان كونسيبتاسيون ديريكت مع لو كوتش. بالنسبة للمدير التقني هو براتيكمون غدينا معاه ونرى ان ريونيون ان شاء الله لو 20 بو فيناليزي لو كونترا ولكن توا غادي يكون التوافق مع الكوتش لانه هذيك الاداره التقنيه كلها خصها تكون عندها نفس الرؤيه بيان سور هذيك الرؤيه راه الرؤيه ديال لو كوميتي وديال البريزيدون في تو لونسومبل ديال ليليمون كي كونتروس لو كوميتي ديال هذا الكلوب ولكن ما خصناش يكونوا لي ديفيرجونس دونك اون ان شاء الله نسيي دو كونستخويغ ان كلوب من الفئات الصغرى حتى لا بروميير ايكيب افيك اون فيلوزوفي دو جو اون فيلوزوفي دو جو سي كيك شوز لي ميمكنش ديرها في عام واحد وحتى في 3 سنين راه مكافيناش مي اون فا نسيي دابخيني ان ادي ان ويداد باش ان شاء الله كيلكو سوا الفئه اللي لعبها غادي نكونو كنلعبو افيك لا ميم تاكتيك ماشي يمكن تشد واحد الدري وتلعبو من 13 عام حتى 18 ولا 19 عام واحد لو سيل دو جو وملي تطلعو ليكيب بروميير تقول لي فو جوي ديفيرون دونك سا سي كيك شوز كي غا يتر مي ان بلاس افيك لو ديريكتور تكنيك لو كوتش اي بيان سور لي انكادرور